إذن هنا غادي نشوفوا شنو هي أبرز المبررات المعتمدة من طرف القضاء في تحديد شرط المصلحة. أول مبرر هو تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف. جبرنا مجموعة من الأحكام القضائية تعلل إصدار الإذن بأن التقاليد والأعراف في منطقة معينة كتقول أن الطفلة ينبغي تزويجها في سن مبكر مثلا، وحيث أن العرف في مثل هذه المناطق يعزز زواج البنت بمجرد بلوغها مثل هذا السن. كاين مبرر ثاني وهو تزويج الطفلة التي تعاني من اليتم أو غياب الأب. كاين مبرر آخر وهو تزويج الطفلة بسبب القرابة، كيجي خطبة ولد عمها ولا ولد خالتها. أيضا كاين مبرر آخر ومتكرر في مجموعة من العينة في العينة ديال الأحكام، وهو تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل، خاصة ملي كتكون هذه الحالات مرتبطة بالفقر والهشاشة. أيضا تزويج الطفلة بسبب عدم التمدرس أو التسرب المدرسي. كاين واحد قرار كيقول أن عدم تمدرس الفتاة لا يعد مبررا لحرمانها من الزواج. كاين تزويج الطفلة لبلوغها سن الزواج الواقعي وليس القانوني، كيقول لك أن في هذه المنطقة هي مرتبطة بالعادات والأعراف، معنى أن في هذه المنطقة يعني أن خاص البنت قبل من 16 سنة و 17 سنة تزوج. وهنا هضرنا على أن هناك واحد اتفاق في مجموعة من المحاكم على تحديد سن أدنى للزواج لمواجهة التحايل على القانون. هذا السن الأدنى ما كيناش في القانون ولكن موجود في الممارسة القضائية في مجموعة من المحاكم. مبرر آخر وهو تزويج الطفلة لكونها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج. كاين مبرر وهو تزويج الطفلة خوفا عليها من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج، وكاين مجموعة ديال الأحكام في هذه المسألة. مثلا نعطيكم كتشوفوهم معايا، مثلا الالتقاء بما يخشى معه العنت أو ما تتطلبه المحافظة على العفة والشرف والحماية والإحصان من الوقوع في الفساد. كاين حالات تتعلق بتزويج الطفلة المغتصبة من مغتصبها، وهنا جبرنا يعني هذا الفصل اللي هو 475 من القانون الجنائي الذي تم إلغاء الفقرة الثانية منه. تم إلغاء الفقرة في القانون ولكن تطبيقات ما تزال يعني موجودة، وهناك حالات كثيرة يتم فيها تزويج الطفلة من مغتصبها بسبب الوساطة ديال الأسر ديالها. وطبعا وهذا الإشكال كيطرح الالتقائية ديال مدونات الأسرة بالقانون الجنائي، قانون محاربة العنف ضد النساء. نعطيكم واحد المعطى، مثلا الإكراه على الزواج في قانون محاربة العنف ضد النساء هو جريمة. ما هو الإكراه على الزواج؟ هو زواج ينتفي فيه ركن الرضا. إذن نكون أمام علاقة جنسية بين رجل وامرأة دون رضاها. هذه العلاقة الجنسية دون الرضا هي اغتصاب بموجب القانون الجنائي، لكن في قانون محاربة العنف كتسمى الإكراه على الزواج. إذن هنا نقف أمام عدم الالتقائية ما بين نصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي. المهم سأحاول، طبعا كاين واحد المبرر آخر وهو تزويج الطفلات بشكل قانوني حماية لهن من مخاطر الزواج غير القانوني، لأن واحد نسبة كبيرة جدا من الطلبات التي تقدم للمرة الثانية أمام المحاكم يتم الاستجابة إليها مخافة تزويج الطفلة بشكل غير قانوني، لأن هذا الزواج غير ممنوع قانونا ويعرض الفتاة لأخطار ربما كبيرة لا يمكن تداركها. كاين حالات أخرى وهي تزويج الطفلات من خلال مسطرة دعوة ثبوت الزوجية. في المرحلة الأولى صدر مدونة الأسرة، لاحظت مجموعة من المحاكم أن هناك تحايل على المقتضيات المتعلقة بالتعدد وتزويج الطفلات، فالناس يلجأون إلى إبرام زواج الفاتحة ثم يقدمون طلبا للاعتراف به. إذن المحاكم الابتدائية خاصة حاولت التصدي لهذه الظاهرة من خلال فرض المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بقاصر كيتم استجابة الاستدعاء ديال ولي الأمر، كيتم الخبرة الطبية. إذا سأكون مختصرا، إذا هنايا محكمة النقد اعتبرت أن مسطرة ثبوت الزوجية هي مستقلة على مسطرة زواج القاصر ومستقلة على مسطرة التعدد، وأيضا انتهى الأجل المتعلق بثبوت الزوجية. ورغم ذلك محكمة النقد
قالت بإمكانية تمديد هذا الأجل اعتمادا على مقتضيات الفقه المالكي. وهنا كنجبروا أن هذه الاجتهادات ديال محكمة النقد تصب في حماية مصلحة الطفلة في الزواج غير الموثق، لأن احنا كنعرفوا أن هذا الزواج إذا لم يتم الاعتراف به سيؤثر على وضعية الأطفال الناتجة عن هذه العلاقة. إذا نحن الآن كنكونوا كنناقشوا ثبوت الزوجية، تزويج الطفلات يثار موضوع آخر مرتبط وهو حق الطفل في النسب، وهذا يؤكد عدم الانتقائية الموجودة في مجموعة من النصوص. إذن أمر بسرعة بالنسبة للخلاصات. إذن تزويج الطفلات تحول من استثناء إلى قاعدة، مدونة أسرة لم تحيط تزويج الأطفال بضمانة قوية، ولكن القضاء حاول أن يتصدى لهذه الهشاشة الموجودة في النصوص القضائية النصوص القانونية من خلال مجموعة من ممارسات الفضلة، من بينها الاستماع إلى الطفل على انفراد، استدعاء الخاطب، تكليف الخاطب بالإدلاء بوثائق إضافية، التأكد من تقارب السن، إصدار مقررات إسمية، الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، تقديم المشورة بشكل مسبق لتفادي تسجيل طلبات يكون مآلها الرفض. يلاحظ أن المبررات التي تعتمد عليها المحاكم تركز بشكل كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يبدو وكأن الهدف من تزويج الطفلة هو إيجاد حل آلي لمشاكل الفقر والهشاشة. وهنا كنتسائل، واش حل ديال الفقر هو الزواج؟ واش الحل ديال عدم التمدرس هو الزواج؟ إذن هذه المبررات هي لا تعتبر بمثابة مصلحة للطفلة. يلاحظ غياب المعطيات المتعلقة بالصحة الإنجابية في معالجة طلبات تزويج الطفلات، فالأسئلة التي توجه إلى الطفلات غالبا ما تركز على تاريخ الصيام كمؤشر لمعرفة تاريخ وصول الطفلة إلى سن البلوغ. في المقابل يلاحظ عدم إعطاء أي معلومات للطفلة حول مخاطر الزواج اللي هو مبكر ومخاطر الحمل المبكر، سواء من طرف القضاة أو المساعدين الاجتماعيين. تركز بعض الأذن القضائية على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة إلى المحاكم. يلاحظ في عدة حالات الاستغناء عن إجراء الخبرة الطبية لتجنيب الأطراف مصاريف إضافية، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى فئات هشة. وهنا وقفنا في هذه الدراسة على جوج ديال المعطيات. أولا أن كل قدر نقول أن 99% من الطلبات ما فيهاش محامي، وكل الطلبات ما فيهاش المساعدة القضائية، بمعنى المساعدة القضائية كاينة في القانون ولكنها غير مفعلة. يلاحظ وجود تفاوت كبير بين المحاكم في تقدير المبررات المعتمدة لقبول طلبات تزويج الطفلات، خاصة ما يتعلق بحالة الفتيات التي تعرضنا إلى حمل خارج إطار مؤسسة الزواج أو تعرضنا للاغتصاب. وما يساهم في طرح هذا الإشكال هو عدم الاعتراف القانوني بالأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، واستمرار تجريم الإيقاف الإرادي للحمل، لأن مثلا الأب اللي كيجبر بنته تعرضت للاغتصاب، القانون لا يبيح الإجهاض لحد الآن، القانون لا يعترف بالنسب للطفل المزداد خارج إدارة مؤسسة الزواج، إذن كيبقى الحال عنده هو أنه يزوجها. تنص وهنا الإشكال اللي كتصير المادة 148 من مدونة الأسرة. يلاحظ ضعف إعمال مقاربة نوع اجتماعي في أقسام قضاء الأسرة، فغالبية القضاة المكلفين بالزواج هم ذكور، كما أن الحضور المتزايد للقاضية على مستوى محاكم الموضوع وخاصة أقسام قضاء الأسرة لا ينعكس على مستوى غرفة الأحوال الشخصية والميراث في محكمة النقد. يلاحظ ضعف الاستدلال بالاتفاقية الدولية في صياغة الأذون المتعلقة بتزويج الطفلات، وقد وقفت المقابلات التي تم إجراؤها على عدم وجود تخصص داخل المعهد عن القضاء لتكوين قضاة الأسرة رغم تدريس مدونة الأسرة. يلاحظ وجود خصص على مستوى الموارد البشرية العاملة في أقسام قضاء الأسرة، كما أنه يلاحظ أنه كلما تشددت المحاكم في الاستجابة إلى طلبة تزويج الطفلات بإضافة شروط إضافية، إلا وأصبح الناس يقبلون بشكل أكبر على زواج الفاتحة، وهو زواج لا يمنعه القانون. ايضا هضرنا على الاشكاليات، يعني الخلاصه وقفت على الاشكاليات التي يثيرها موضوع الاكراه على الزواج وتمييز واستمرار التمييز ما بين الاطفال المزدادين خارج اطار مؤسسه الزواج. وايضا يلاحظ ان العديد من المقررات القضائيه ما تزال تعتمد على الاعراف المحليه لتبرير الاذون المتعلقه بتزويج الطفلات. عموما بالنسبه للتوصيات هي كثيره، ولكنها كلها تصب في ضروره تثبيت القاعده، اي تحديد سن الزواج في 18 سنه، وحذف الاستثناء الذي يؤدي إلى تكريس الاستثناء أي زواج الفاتحة. وشكرا لكم.